السلام عليكم. مثل ما ذكرنا بأنه Operating System Structure اللي هو هيكل نظم التشغيل تكون يعني بشكل رئيسي أربع أنواع، اللي هو الهيكل البسيط، الهيكل الأكثر تعقيدا، الهيكل الطبقي، والهيكل المايكرو كيرنل، واللي راح نتحدث عنها بشكل مفصل إن شاء الله من خلال أخذ أمثلة عن كل نوع. النوع الأول اللي هو Simple Structure، أبرز مثال له اللي هو المايكروسوفت دوس، اللي هو كتب لكي يكون يحقق أكبر وظيفية في أقل مساحة، طبعا غير مقسم إلى أجزاء يعني محددة، وإنما هو كل الاوبريتنج سيستم موجود في جزء واحد، على الرغم من انه المايكروسوفت دوس لا يعني has some structure، يعني فيه تركيب محدد، الا انه الانترفيسز والليفلز يعني الواجهات وطبقات الوظائف غير مقسمه بشكل صحيح مثل ما راح نشوف في بقيه نظم التشغيل. لاحظ انه الابلكيشن بروجرامز تاخذ خدماتها من الريسيدنت سيستم بروجرامز، من نظم يعني تطبيقات المستخدمين تاخذ خدماتها من برامج النظام، واللي هي تاخذ تطبيقاتها من الديفايس درايفرز اللي هي سواقات الاجهزه، واللي تعتمد بشكل رئيسي على الروم بايوس اللي هو البيسك انبوت اوتبوت سيستم والديفايس درايفرز الخاصه بها. مثل ما لاحظ انه يعني ليس هناك اي ستراكشر، يعني كل الطبقات مرتبطه ببعضها البعض بشكل مباشر. بالنسبه للنون سمبل ستراكشر اللي هو التركيب الاقل بساطه والاكثر تعقيدا، اللي هو اليونكس اللي هو ظهر مباشره يعني كتطبيق يعني كهيكل او ستراكشر بعد الام اس دوس، اللي هو يحتوي على ليميتد هاردوير فانكشناليتي، يعني وظيفيه هاردوير محدوده الى حد ما، وايضا ليميتد ستراكشر يعني يحتوي على تركيب يعني بسيط ايضا اقل تعقيدا من بقيه الانظمه اللي راح نشوفها. يتكون بشكل رئيسي من طبقتين، سيستم بروجرامز اللي هي برامج النظام، والكيرنل، الكيرنل النواه، النواه اللي تتكون من كل شيء ادنى من مستوى السيستم كول انترفيس واجهه نداءات النظام، واعلى من الفيزيكال هاردوير، يعني اي شيء ما بين الهاردوير والسيستم كولز هو يسمى كيرنل، اي شيء ما بعد السيستم كولز انترفيس يسمى السيستم بروجرامز. فهذه مثل ما نلاحظ انه هناك طبقتين فقط اللي هي نواه النظام وبرامج النظام. طبعا توفر لنا الفاير سيستم، سي بي يو سكجولينج، ميموري مانجمنت، كل هذه الوظائف الاخرى اللي راح نتحدث عنها ان شاء الله في فصول مستقله، اللي هي يعني نظام الملفات، جدوله المعالج، اداره الذاكره، وبقيه وظائف نظام التشغيل. ولارج نمبر اوف فانكشنز فور وان ليفل، يعني كلها موجوده في طبقه واحده اللي هي طبقه الكيرنل. النوع الاخر هنا طبعا تراديشنال يونكس سيستم ستراكشر، يعني هنا فد مثال على تركيب اليونكس. هنا المستخدمين وهنا الهاردوير، عندنا المستخدمين يرتبطون مباشره مع الشيلز اللي هي الكوماند لاين انترفيس، كوماندز، كومبايلرز، انتربريترز، سيستم لايبراريز اللي هي مكتبات النظام. هنا نلاحظ انه هذا كله هو الكيرنل، هذا هو سيستم بروجرامز اللي يوفرها اليونكس للمستخدمين، وبعد ذلك تأتينا الكيرنل اللي هي تكون ما بين السيستم كول انترفيس تو ذا كيرنل والكيرنل انترفيس تو ذا هاردوير. كل هذه الوظائف يوفرها الكيرنل الموجود في اليونكس، اللي هي سيجنالز، تيرمينال هاندلنج، كاركترز، انبوت اوتبوت سيستم الى اخره، يعني الفايل سيستم، سوابينج، بلوك انبوت اوتبوت، ديسك اند تاب درايفرز، كل هذه الوظائف يوفرها الكيرنل الموجود باليونكس. طبعا يعني هذا فقط مجرد يعني شكل توضيحي، ما مطلوب الحفظ يعني اعتقد في اغلب المناهج الدراسيه. كذلك بالنسبه للهاردوير اللي هو تيرمينال كنترولرز، ديفايس كنترولرز، ميموري كنترولرز، وهذه الامور اللي هي لها يعني ارتباط مباشر مع اجهزه الادخال والاخراج والمعالج والذاكره. النوع الاخر من هياكل نظم التشغيل اللي هو لايرد ابروتش، اللي هو طريقه الطبقات. لاحظ انه الطبقه الدنيا عاده تكون لاير 0 هي دائما الهاردوير، واللاير ان هو اليوزر انترفيس واجهه المستخدم. هذا طبعا النظام يقسم الى عده طبقات، يعني او لايرز او ليفلز، يعني طبقات او مستويات، كلها تبنى على يعني فوق الطبقه الادنى من ادها، بحيث انه البوتوم لاير، لاير 0 تكون الهاردوير، والهايست لاير اللي هي لاير ان، والان طبعا قد تكون 2 3 4 5 حسب تعقيد النظام، هي اليوزر انترفيس، هي واجهه المستخدم. وذ موديولاريتي، يعني بهذا التقسيم الطبقات طبعا يتم اختيارها بحيث انه كل طبقه تعتمد على الوظائف اللي توفرها الطبقه الادنى من ادها، بحيث انه نلاحظ هنا مثلا راح تكون السيست الليفل 1 راح تكون هي مثلا السيستم كولز، بعد ذلك راح تكون اللاير 2 هي راح تكون الاي بي اي، بعد ذلك راح تجينا لاير 3 راح تكون السيستم بروجرامز، وهكذا حسب تعقيد النظام مثل ما ذكرنا. المايكرو كيرنل سيستم ستراكشر اللي هو التركيب الاكثر حداثه، يعني هذا يسمى مايكرو كيرنل لانه تكون النواه صغيره جدا، لانه الهدف من عنده هو تحريك او نقل كل شيء as much as we can، يعني اكثر ما نستطيع نبعده من الكيرنل وندخله في اليوزر سبيس. أمثلة نظم التشغيل اللي يعني بمعنى أنه احنا نحاول أنه نصغر الكيرنل إلى الحد الأدنى، ولذلك نسميه مايكرو كيرنل، يعني اللي هو النواة الدقيقة.
الأمثلة النظم اللي تستخدم هذا النوع هي الماك اكزامبل للمايكرو كيرنل، واللي ماك او اس بني على اساسه، او الداروين اللي هو احد اصداراته بارشيالي بيست اون ماك، يعني مبني مبني بشكل جزئي على الماك. الاتصالات التي تجري بين العمليات هنا تتم عن طريق المسج باسنج اللي هو تمرير الرسائل، واللي ايضا مثل ما ذكرنا راح نتحدث عنه ان شاء الله في الفصل الخاص بالبروسيسز. فوائد هذا النوع من الانظمه انه ايزير تو اكستند مايكرو كيرنل، من السهل توسيع المايكرو كيرنل لانه احنا نستطيع اضافه اي وظيفه الى اليوزر سبيس، لانه الكيرنل هو صغير جدا بالبدايه وهو مرن الى درجه انه يستطيع التعامل مع اي مقدار من الاضافات اللي نضيفها لليوزر سبيس. كذلك easier to port to operating systems to a new architectures، مثل ما ذكرنا أيضا من السهل أنه نحرك هذا النظام التشغيل إلى معماريات جديدة. more reliable، أكثر كفاءة، لأنه less code is running in the kernel mode، لأنه الكود الموجود في الكيرنل أقل من بقية الأنظمة. و more secure أيضا، يعني لأنه راح يعزل الكيرنل عن user space وراح يكون الكيرنل صغير جدا بحيث أنه أغلب الشغل راح يكون user space ونوفر له أمنية أكثر. ال detriments اللي هي المضار هذا النوع من المعماريات انه ال performance overhead of the user space to the kernel space communication، هنا راح يصير عندنا التأثير او عبء اضافي على الاداء بسبب الاتصالات الكثيره التي تحصل بين اليوزر سبيس والكيرنل سبيس، لانه مثل ما ذكرنا الكيرنل راح يكون صغير جدا وبالتالي اليوزر راح يحتاج انه يقوم بالاتصال بالكيرنل في كل صغيره وكبيره. هنا هذا طبعا مثال على المايكرو كيرنل سيستم، لاحظ انه الكيرنل مود يكون صغير جدا، تكون وظيفته فقط يعني مثلا اداره جدوله المعالج، اداره الذاكره، واداره العمليات بين او الاتصالات بين العمليات، ووظيفته فقط هو تمرير الرسائل مسج باسنج، يعني نقل الرسائل بين العمليات او البرامج الموجوده في السيستم بروجرامز اللي هي برامج النظام او برامج المستخدم في اليوزر مود، مثل الديفايس درايفرز، الفاير سيستم، والابلكيشن بروجرامز وغيرها. هذا طبعا راح يكون هو طبقة وسطية مثل ما ذكرنا ما بين المستخدمين والهاردوير، اللي هو يعني هذا الوظيفة الرئيسية للأوبريتنج سيستمز مهما كانت. الموديولز، الأجزاء الرئيسية لمكونات نظم التشغيل، عادة يعني أغلب نظم التشغيل الحديثة تتكون من موديولز، أجزاء اللي هي تسمى اللودابل كيرنل موديولز، اللي هي أجزاء أو يعني مكونات النواة القابلة للتحميل، بحيث أنه عند بدء تشغيل النظام لا يتم تحميل الكيرنل كله من الهارد الى الرام، وانما يتم تحميل الموديولز فقط اللي يحتاجها المستخدم، يعني فقط عند الحاجه. طبعا اوبجكت اورينتد ابروتش يستخدم يعني الطريقه الموجهه نحو الهدف. ايتش كور كومبوننت از سيبريتد، يعني كل جزء من هذه المكونات راح يكون منفصل عن الاخر. ايتش توكس تو ذا اذر اوفر نون انترفيسز، يعني كل موديول او كل جزء من اجزاء الكيرنل تتحدث الى بقيه الاجزاء عبر واجهات معروفه، مثل ما ذكرنا عن طريق الشيرد ميموري او المسج باسنج. each is loadable as needed within the kernel، يعني كل منها ستكون قابله للتحميل الى المين ميموري فقط عند الحاجه لها. overall similar to this layers but within more flexible، يعني هذه الطريقه تعتبر ايضا هي احدى طرق بناء نظم التشغيل، واللي تكون هي مشابهه لطريقه الطبقات الا انها اكثر مرونه، تستخدم في انظمه اللينكس والسولاريز وغيرها. سولاريز هذا هنا طريقة يعني بناء السولاريز عن طريق المالتيبل موديولز، بحيث انه نلاحظ الكيرنل الخاص بالسولاريز راح يرتبط بعدة موديولز اخرى اللي هي موجودة خارج الكيرنل، اللي هي تستخدم اللي هي الجدولة، نظام الملفات، لودابل سيستم كولز، يعني نداءات النظام القابلة للاستدعاء، اكسكيوتبل فورماتس، ستريمز، موديولز الى اخره من الموديولز الاخرى. الحقيقة المهمة أنه كل هذه الأنواع الأربعة أو الخمسة اللي تحدثنا عنها هي تعتبر أنواع منفصلة عن بعضها البعض، إلا أنه نظم التشغيل الحديثة تميل إلى أنه تكون hybrid systems، أي أنها نظم هجينة. معظم نظم التشغيل الحديثة تكون ليست فقط not a pure module، يعني ليست تطبيق لواحد من النماذج الأربعة أو الخمسة اللي ذكرناها، وإنما تكون هي عادة خليط من هذه الأنواع. hybrid combines multiple approaches، يعني عادة نظم تكون هجينة بحيث أنه تدمج عدة طرق سوية لكي تحسن الأداء والأمنية والاستخدام للمستخدمين. يعني مثلا لينكس والسولاريز كيرنلز تحتوي على كيرنل أدرس سبيس، واللي هو راح يكون سو مونوليثيك، يعني متجانس إلى حد كبير، وكذلك تحتوي على الموديولرز اللي هي دايناميك لودينج موديولز مثل ما ذكرنا. الويندوز أيضا يحتوي على يعني غالبه يكون متجانس اللي هو الكيرنل الخاص به، بلس مايكرو كيرنل فور ديفرنت سب سيستمز وبيرسوناليتيز، ايضا يعني يحتوي على مثل ما ذكرنا مايكرو كيرنل، ويحتوي على سب سيستمز او مثل ما ذكرنا اللي هي اللايرز او الموديولز. كذلك الماك او اس يكون هايبريد، يعني هجين، يحتوي على طبقات الاكوا يو اي بلس كوكوا بروجرامينج انفايرمنت، يعني يحتوي على عده طبقات وعده معماريات.
طبعا الى الاسفل من الكيرنل consist of the Mac microkernel and BSD Unix parts، يعني بالاضافه الى هاي يعني كلها امثله على نظم التشغيل اللي تستخدم هذه الطريقه الهايبريد اللي هي الهجينه، تحتوي على مايكرو كيرنلز وتحتوي على الانبوت اوت بوت كيتس مثل يعني نظم الماك او اس والبي اس دي واليونكس وغيرها من الامور الاخرى، واللي هي كلها تعتبر كيرنل اكستنشنز، كلها امتدادات لنواه النظام. هذا هو يعني المثال اللي كنا نتحدث عنه. اكو عندنا بالجرافيكال يوزر انترفيس استخدمنا معماريه الاكوا، بالابلكيشن انفايرمنت اند سيرفيسز استخدمنا جافا، كوكوا، كوك تايم، بي اس دي. بي اس دي ايضا مستند الى البي اس دي القديم، يعني اللي هي معماريه اليونكس بي اس دي السابقه. كذلك الكيرنل نلاحظ انه اكو يحتوي على ماك ويحتوي على بي اس دي. واخيرا طبقه الهاردوير اللي هي الانبوت اوت بوت كيت وال الكيرنل اكستنشنز. النظام الاخر اللي هو الاي او اس، اللي هو خاص بالاجهزه اللوحيه اللي شركه ابل، ان شاء الله هذا راح نتحدث عنه في الدرس الاخير من هذا الفصل. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامه.